السلام عليكم. إذا أعزائي الطلبة، نواصل موضوع دراسة نموذج طوكيو. بعد ما دينا الجانب أو الخصائص الطبيعية والبشرية لمدينة طوكيو، ننتقل إلى الوزن، الوزن الاقتصادي لمدينة طوكيو. طبعا طوكيو كعاصمة للدولة اليابانية فلها وزن اقتصادي. في ماذا يتمثل هذا الوزن؟ أولا، هي المركز الرئيسي ل 52 شركة متعددة الجنسيات. إذا هي مركز رئيسي للشركات أو ل 52 شركة متعددة الجنسيات. إذن ل 52 شركة متعددة الجنسيات، معناه يوجد بها 52 شركة لها مقرها في اليابان، وهذه الشركات شركات متعددة الجنسيات، معناها متواجدة في كل أنحاء العالم. وطبعا من أهم هذه الشركات الشركات اليابانية مثل سوني، إذا مثل سوني، تويوتا، تويوتا وميتسي، ميتسي بي شي، هذه الشركات اليابانية المعروفة عالميا في الصناعة الميكانيكية خاصة. كذلك تقدم مدينة طوكيو حوالي 31% أو تساهم بحوالي 31% في الدخل القومي. إذن تساهم ب 31% في الدخل القومي لليابان، معناه انها مركز اقتصادي هام جدا ونشط. كذلك تحتوي على شبكة مواصلات مثل المترو، بها مترو. هذا المترو يحتوي على 9 خطوط، معناه فيه 9 خطوط منتشرة عبر مدينة طوكيو، وتنطلق من مركز مدينة طوكيو نحو المناطق المجاورة. ولها مطار هام بطوكيو، مطار هام، مطار دولي، وهو مطار هانيدا. كما احتلت بورصة طوكيو المرتبة الثالثة في العالم من حيث القيمة السوقية، التي قدرت بحوالي 461 مليار دولار. 461 مليار دولار. إذن لها شبكة مواصلات هامة مثل المترو الذي يضم 9 خطوط، 9 خطوط. وكذلك قلنا احتلت بورصتها المرتبة الثالثة في العالم. إذن كما احتلت، إذن ما احتلت بورصتها المرتبة الثالثة في العالم، إذن مرتبة مهمة. إذن بورصة اليابان أو بورصة طوكيو تعد من البورصات الهامة في العالم. الآن هذه المدينة التي تتوسط جزيرة هونشو كباقي العواصم، عواصم العالمية، نجد أن بها مشاكل. من أهم مشاكل، إذا مشاكل مدينة طوكيو، مشاكل مدينة طوكيو، أولا الازدحام،
الازدحام. الازدحام والاكتظاظ. الاكتظاظ نتيجة ضيق المساحة وعدد الهائل للسكان. إذا الازدحام والاكتظاظ طبعا في الشوارع، في الشوارع، وكذلك باعتبار أن اليابان أصلا هي منطقة غير مستقرة، فطوكيو كذلك مدينة غير مستقرة. إذا هي مدينة غير مستقرة جيولوجيا، كذلك غلاء المعيشة كباقي العواصم العالمية. إذا غلاء المعيشة لماذا؟ لأنه فيه نسبة، خاصة نسبة الضرائب مرتفعة جدا على كل المنشآت التي يستغلها الإنسان في اليابان. كذلك تعاني هذه المدينة من ظاهرة الانتحار. إذا ارتفاع 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 نسبة الانتحار طبعا نتيجة مشاكل مثل سكن البطالة إلى آخره، من المشاكل التي تعرفها العواصم العالمية. إذا هذا بالنسبة لليابان أو لمدينة طوكيو كنموذج من نماذج المدن الكبرى في العالم، وكنموذج من مدن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. إذا نتوقف عند هذا الحد لنواصل الموضوع في الحصة المقبلة.